خلونا دلوقتي نصبح مع حضراتكم على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات. نقول لها صباح الفل عليك يا دينا، كل سنة وانت طيبة، رمضان كريم عليكي وعلى أسرتك الحلوة. كل سنة وانت طيب يا محمد، وصباح الخير عليك وعلى كل المصريين في كل مكان. صباح الخير يا منة. صباح الخير يا دينا. كل سنة طيبين. بدأت تجهيزات رمضان؟ مش هتكلم عن المطبخ للستات، انا بتكلم عامه على زينه البيت والاجواء الرمضانيه. يعني بدانا من امبارح نشتغل كده ونظبط الحاجات. انا شفت صوره الفانوس بتاعتك حلوه جدا. وانت يا منى جهزتي؟ كل سنه وانتم طيبين يا وانت طيبه. كل سنه وانتم طيبين جميعا. وطبعا احلى حاجه في شوارع مصر وكمان في البيوت المصريه ان احنا بنحرص جدا على ان احنا نعمل الاجواء الرمضانيه بتاعتنا. يمكن ستات كتير دلوقتي بتبقى همها انها تعمل زينه رمضان، فانوس رمضان، مكان للصلاه كمان علشان الاولاد يتعودوا على صلاه، وصلاه التراويح كلنا بنكون جماعه فيها، حتى لو متجمعين في البيت بنصليها مع بعض جماعه اللي مش قادر ينزل للمسجد. كل سنه وحضراتكم طيبين وبصحه وبسعاده والله بعوده يا رمضان.